في رمضان كتير. طب خلينا نتكلم على رمضان دلوقتي، لانه الحقيقه رمضان جاي زي ما كنت بقول انا ومحمد في بدايه الحلقه بالخير كله بصراحه. يعني بعد فتره كده من حاله معاناه عند جماهير الكره في مصر عموما، منتخب الاولمبي بيفرحنا، بعدها بيومين منتخب الاول بيفرحنا، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كمان 72 ساعه الاهلي يفرحنا يوم السبت اللي جاي. هبتدي بمنتخب مصر النهارده، قدم عرض قوي اجمالا كده. شايفين مرحله روي فيتوريا بعد مراحل تخبط نوعا ما، مشاكل اداريه، مشاكل في اجهزه فنيه، شايفين بدايات فيتوريا ازاي، مرحله روي فيتوريا مع منتخب مصر الاول كابتن شريف؟ انا بالنسبه لي كنتائج الراجل ده لعب خمس ماتشات، 2 رسمي و3 ودي، 4 ودي و1 رسمي، جاب 14 جول، لعب 2 رسمي، ما هو لعب ماتش ملاوي، جاب 3 يعني، لعب 3 رسمي ولا 2 رسمي و3، جاب 14 جول في صحيح. ده بالنسبه لي انا وما استقبلش غير هدف واحد، هدف واحد من بلجيكا، بلجيكا بالظبط، يعني من اكبر فرقه تعتبر في العالم كله. بيعمل بالنسبه لنا احنا، انا وناجي اتعلمنا دايما واحنا صغيرين ان احنا في حاجه اسمها تثبيت تيم. الراجل ده بيثبت التيم عنده، بيثق في بعض اللاعبين، بيعمل شكل دفاعي من خط وسط ملعبه، ومعتمد على الهجوم بتاعه، لان اساس انه هجوم قوي، هجوم قوي جدا، فبيأمن بيأمن لدفاعاته، دفاعاته كويس جدا، فهو راجل بيلعب بمبدا اجيب جول وما يخشش فيا جول. ده الاهم عندي في فيتوريا او في الشكل اللي هو شايفه. اي حد بيدي او بيعطي بيدخله، فاتح الباب للناس كلها. محمد هاني من الناس الابرز الوجوه اللي انا شايفها ادت معاه اليومين اللي فاتوا دول. كان في اكرم توفيق اتعور، وده كان من الاساسيات اللي عنده، فالتيم كله اعتقد ثابت جدا، ما عندناش حد تاني غير الونش، بس هو اللي اصابته هي اللي بتروح، وتريزيجيه برضو والنني. اذا الايقافات والاصابات هي اللي بتغير يا ناجي الشكل بس، انما غير كده الفورم بتاعه هو طريقه اللعب، غير انه اخر وقت معجب انت في فيتوريا يا كابتن. كويس، هو النهارده كمان اصل لما تبقى لاعب حاسس ان في استحواذ منك بيروح، فتغير الطريقه من 4-3-3 ل 4-4-2 النهارده. ايوه، في تاني تايم، فده يبقى راجل اويري، يعني راجل داري صحصح او مصحصح او شايف الدنيا بتاعه، ومش عيب ان انا اطلع فلان وانزل فلان واغير. وان كان دايما احنا بنحسس على ان التغييرات لازم تبقى اسرع، والتغييرات لازم تبقى في ميعادها، وما عندناش اسماء، عندنا نتائج وعندنا عطاء في الملعب، فده خلى الحاله دي تيجي على اللعيبه كمان. انا شايف ان اللعيبه النهارده اتلموا في فتره قليله، الماتش اللي بعده لا عايشين مع بعض بقى فتره، ركزوا اكتر، اراده اكتر، عايزين نخلص اكتر، لدرجه ان احنا شفنا طارق حامد النهارده في ال 18 لاول مره هدف. لاول مره بيقول العالم بيسدد، يبقى هو عامل حاله تحرر، عامل حاله تحرر للناس كلها، حتى صلاح لما بيخش لجوه وبيطلع لبره، ومرموش يطلع برجل الناس اللي بتلعبه. وشريف بيتكلم على المرونه التكتيكيه واللي مش موجوده في مدربين كتير. والخطوط كلها بتلعب في مساحه قليله قريبه تقريبا 25-30 متر، بحيث ان انت المدرب اساسا المفروض يوفر ازاي اللعيبه تستخدم الجهد. ايوه، يا اما تستخدمه بغباء يا اما تستخدمه بذكاء. هو ذكي جدا في الحته دي، وحاجات قالها شريف ان الناس اللي على الخطوط مش ملتزمين بالخطوط، التبادل المراكز وشغل الخلخله في المدافعين كان رائع جدا، لانه انت جوه ال 18 جوه الزحمه بتلاقي في حلول من التحرك اللي هو طبعا انا متخيل ان هم متمرنين عليه، المسانده ومسانده الخطوط ودعم الخطوط لبعض، وبعدين عامل بالانس كويس في في في, في ان انا لما افقد الكوره كل الناس تحت الخطوط، بما فيهم صلاح، بما فيهم كل الناس، زيزو، كل الناس اللي المهاجمين، بيشتغل جبهات كمان، ووسط الملعب المدافعين بينزلوا يملوا الفراغات بتاعه اللي بين المدافعين وبعضها، فده ادى الاستحواذ بشكل كبير جدا لينا، وكمان ادى فاعليه. ايوه، كل ما الناس تكون قريبه من بعضيها، كل ما يبقى اللعيب اللي معاه الكوره عنده حلول ثقه في, في 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 ان هو هيلاقي حد يعني مساعد او مساند ليه، فبتنتهي الهجمه. النهارده عندنا هجمات كتير غير الاجوان اللي احنا جبناها. فطبعا الشكل كويس، لكن برضو يعني برضو طبعا الشكل كويس، لكن المنافس
طبعا يعني مش المقياس، مقياس لكن صح. برضو مش يعني الناس تقول مش مقياس، لكن انت والله ملاوي كمان في الكوره، انت عمرك ما كسبت يعني. ما كسبت فرق بره مصر بالنتيجه دي اضعف من ملاوي بالشكل ده. انا بكلمك ماتشات كتير يعني، يعني مش عايز اقول اسامي لان احنا خسرنا. وبعيدا حتى على سكور يا كابتن ناجي يعني يعني اعتقد انه يمكن اكتر حاجه ملاحظينها مع فيتوريا هي انه منتخب مصر بقى ليه شكل هجومي.